معانا ام محمد من اسوان. الو. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام، اهلا يا حاجه ام محمد. كل سنه وحضرتكم طيبين يا دكتور. وحضرتك طيبه وبخير. والله انا بشكر حضرتك جزيل الشكر يعني، وبشكر قناه مصر الزراعيه ان حضرتكم الشكوى اللي انا قدمتها امبارح اتحركت بسرعه، يعني اقولها بسرعه البرق زي ما بيقول. تمام. الصبح النهارده كانت عندي لجنه من وزاره الزراعه وقاموا يعني بكل يعني الحاجات اللي انا قلت عليها وطلبتهم منها المكافحه والزرع الساعه 10 الصبح كانوا عندي. انا بشكرهم وبشكر حضرتك وبشكر وزاره الزراعه على اهتمامهم. والله يا حاجه ام محمد احنا اللي بنشكرك، وطبعا ده واجبنا، واحنا بنكون سعداء جدا لما نحل اي مشكله لاي مزارع. طبعا الحاجه ام محمد بصراحة اتصلت بي أمس وقالت لي على مشكلة عندها في الذرة والقوارض وكده. أنا الحقيقة تواصلت مع السيد المهندس محمد محمدين وكيل وزارة الزراعة في أسوان، والراجل مشكور فورا الحقيقة، تم التحرك وبعت ناس من الإدارة الزراعية وراحوا فعلا الحقل زي ما الحاجة أم محمد بتتكلم. فلازم نشكر القائمين على أو المسؤولين عن الزراعة بأسوان الحقيقة على استجابتهم السريعة لحل المشكلة. وطبعا هو ده المسؤول اللي احنا عاوزينه في الوقت الحالي، ان هو يستجيب بسرعة لحل مشكلة المزارع. واحنا تحت أمرك يا حاجة أم محمد، وان شاء الله أي مشكلة احنا بنكون سعداء ان احنا بنحلها. شكرا يا دكتور. بشكرك. بارك الله. بشكرك.